راجل وبلد بالنيده بنت مصر على طول هيصه. طب ليه كل ده متعوده تقضيها كده والشباب مركزه مهيسه متمركزه على كل حته متيسه. هزه تحت تحت دي جامده تحت بتتشقط بتتلقط من شاب لشاب بتتنطط فكر طريقها وبتخطط مش عارفه ايه ولا الجنسات والبنتكورات ولا القصه اخر صيحات من كتر ما شافوا من فنانات بتتدلع بتتشخلع طلع على الشاشه بتتمرقع على كل الحول الحكاية لما تبتدي من سن الخطر وتبص لنفسها في المراية ما تعرفش ايه اللي حصل. واحدة واحدة تكتشف البنت ان هي كبرت. طب تقعد رقع تتفرج على الحاجات اللي سمعت. طبعا اول طلب سلاح يا مامي بلس مش هتفرق بري ولا جنس المهم يبقى سكس. وبعد كده اول طفل اتبرفش واتدلع يخرب بيت ابو الشباب اللي خلاص هتولع. مامي مامي نام اتفرج والصلاه على النبي وبقابلني لو لقيت واحدة لابسة فيه. الخطوة التانية قلد نرسي مروة وهنا استنى الخط اصبر استنى الخط اصبر استنى مروة وهند ونانسي وهيدينا ودولي استنى الخط اصبر استنى الخطوة التانية قلد مروة ونانسي ودينا ودولي. ليك الواوا بص الواوا لا مطرب حنبلي يلعى ولا لابسة رأيك زي رأيي قولي. هتقولي لبس محجبات ايوه هنقولي. تعرف شاب دماغ عربية بنص الجيب وعيش انا تفكير بنات بقت فضية ده قوة وعزبة استغلالية. قولي تحت هناك وهنا الرجالة بنات نفسي الناعي جابوا العيد من عندهم يغلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا. امال هنعمل ايه عن اخطاطنا طلعتونا على دماغنا وصعبتونا متدلعة متشخلعة في قلبي نادي مربعة ادب وذوق من عينة فوق اجمي سماعة واللبسي ايه مودرني ولا عايزني البس بردعة ولا المودرني خلى الشباب كله رجله مخلى عالبطانون يسقط فوق بعضي واتفرج ياللي انت فاضي مقالب بابا يا دادي بعد اذنك راح عالنادي هتلاقي مبسوط فيها وراضي اه بابا وماما عادي بالذنب الحلوة انها مولودة جسم اجري بالزبادي صحبان عليا يا عينيا مش عارف ابص حواليا مفيش حاجة متغطية عصري شلح في حرية. الغرب علينا سيطر والدين مبقاش يتقدر كل اللي الحلوة عايزاها تتدلع وتتمخر طول النار في معاكسة تتقدر ليها انا بالذات. هو احنا ايه مش مخلوقات هو ده كهن من فوق حجاب جوه وش منور الله عليك افتح لي فيديو كليب اسمه اتفرج على السوق. ايه 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 ايه